الثبات الثبات ضد حكم المافيا. الثبات ضد حكم المافيا. الوقفة هذه دعت لها الحملة الشبابية مانيش مسامح رفضا واستنكارا لمؤتمر الاستثمار حسب التمشيات اللي ماشية فيها الحكومة دي. احنا رفضنا لمؤتمر الاستثمار مش نابع من رؤية ثورجية ولا من فراغ، رفضنا ليه نابع من قناعة انه المنوال الاقتصادي والاجتماعي في تونس في حاجة لمراجعة جذرية وفي حاجة لتغيير هذا المنوال وإيقاف سيولة التخلي على البعد الاجتماعي للدولة والذهاب في سياسة نيوليبرالية باش تقضي على الطبقات الوسطى واللي اقل حظ. كانت متوقعة لكن مش متوقع هو حجم القمع اللي صار. منذ أيام فما تحركات احتجاجات كبيرة تم التضييق عليها وتم منعها، فما مسيرات المفروز الأمنية تم منعهم، فما تحركات احتجاجية أخرى تم منعها التضييق عليها، لكن ما تكونش متوقعين هو حجم القمع هذايا. في نهاية الأمر هي كانت تحرك صغير بسيط سلمي لتعبير على موقف مناهض للمسرحية هذايا. الحجة اللي عطاوها مثلا المؤتمر هذايا أنه باش يوفر آلاف مواطن الشغل، أنت عندك عباد قاعدة طالب مثلا في حقها في التشغيل كما المفروزين أمنية. أنت تمشي ترحب بضيافك اللي هما باش يرهنوا الاقتصاد نتاعك، وفي المقابل المحتاجين اللي أنت وعدتهم بمواطن الشغل تمشي تقمعهم في الشارع. فالتفكير هذا وإلا يعني الترابط لا منطقي ما بين الخطاب وما بين الممارسات يخلينا نتسائلوا إلى أي مدى الحكومة هذه وين ماشية؟ على مستوى التضييق على في الاحتجاجات في الشارع رجعنا نفس النقاش انه العباد الشباب غير مسموح له بالاحتجاج، والا حتى كي يحتاج في المسموح في المساحات اللي معترف بها من طرف الدوله المسموح لها من طرف الحكومه كما المسرح البلدي. اذا كان انت تجرب تخرج تبعد عن المسرح البلدي وتمشي فعلا لوين قرارات قاعده تتخذ وين يعني العقود قاعده تمضى وين البلاد قاعده تترهن وقاعده تتباع، وقتها ما يجيش وقت يتم قمعك بأبشع الطرق والأشكال.